كلاسيكية بالعالم. وبالقسم الأول رح نشوف سوا أجمل الكوليكتر آيتمز من سنة 1910 لل 1960، بالإضافة لسيارات تانية كانت معروضة هونيك وهي كلها سوبر كارز. موتور شو هالأحد 7:10 على الام تي في. ابتداء من عمر الأربعين بتبلش تظهر علامات الشيخوخة على الوجه وتحديدا على الخدين، وهالشي بخلينا كلنا بتصور نفتش على أحدث التقنيات اللي بتخلينا نمنع الشيخوخة أو بالقليل نأخر علامات الشيخوخة لسنين عديدة. اليوم مشاهدينا رح نعرفكن على تقنية جديدة بتأجل أو بتزيل علامات الشيخوخة، وهي السيلوات ليفت، ورح نتعرف على كل تفاصيل هالتقنية اللي بتوعد بنتائج مذهلة، أكيد مع فترة نقاهة مش طويلة أبدا، وبتغنينا عن الجراحة التجميلية. بدي رحب بالدكتور سامي سعد. أهلا وسهلا فيك دكتور سعد. حضرتك اختصاصي جراحة التجميل والترميم وعضو أمين سر الجمعية اللبنانية لجراحة التجميل والترميم. سيلوات ليفت تقنية جديدة نوعا ما، صار لشي 5 سنين بالعالم، ولكن قلب كتير بلبنان، ولكن بتوعد بنتائج مذهلة، وبتغنينا عن فترة نقاهة طويلة كمان، أوجاع وأورام، وكمان للي ما بيحبوا الجراحة بكل بساطة. صحيح. أولا، أيمتى بتبلش تظهر علامات الشيخوخة على الوجه؟ علامات التعب بتبلش على الوجه طبعا حسب نوعية البشرة وحسب طبيعة الشخص وحياته وطريقة حياته المودوفي يعني تبعه، بس فينا نبلش نشوف بوادر تعب بالوجه من عمر 30 سنة، بس على 35 بتصير أسوأ، بال40 بتصير أكتر شوي، بعد ال40 منبلش نفكر بعمليات الشد، منبلش نفكر بالترهل قد صار متقدم، هل صرنا بحاجة لجراحة ولا بعدنا منقدر نخفف الموضوع بتقنية أخرى مثل عمليات الحقن أو البوتولينوم توكسين أو السيلوات ليفت. يعني على ال40 على الأكيد ببلش تظهر هالعلامات على الوجه، وتحديدا نوع من الترهل، وهالشي عند النساء والرجال دكتور سعد؟ عند النساء وعند الرجال طبعا. خبرنا شوي عن هالتقنية الجديدة السيلوات ليفت، هي نوع من شد البشرة بالخيطان. صحيح. شد الوجه بالخيطان موجود، تقنية موجودة من زمان. صح. وكان في بالأول الخيطان نسميهم الباربد سوتشرز، يعني الخيطان اللي لهم تشعبات مثل جلدة السمكة، فهذه كانوا يدخلوها تحت الجلد، وهالتشعبات اللي طالعين أو النتوءات اللي طالعين منها يعلقوا شوية الدهن، فلما ينشد يشدوا معهم شوية الجلد، لكن في كان فيهم نسبة فشل كتير كبيرة وما نجحوا، ما أثبتوا وجودهم بعالم جراحة التجميل. تقنية السيلوات ليفت اختلفت شوية عن التقنية القديمة، أنه في بقلبها مثل كومز، يعني في قطع بقلبها على عقد على مسافة سنتيمتر، كل واحد سنتيمتر في كون معمول من مادة بتدوب، هالكون هيدا وظيفته على الخيط، على الخيط بذاته. نعم. هيدول الكونز وظيفتهم أنه لما بيدخلوا تحت الجلد بيلقطوا السوفت تيشوز، بيلقطوا الدهن والأخشي اللي تحت الجلد اللي عم نشوفها هلا بالفيديو. هون الخيطان بتتدخل بالطبقه الدهنيه. صحيح. البشره هي بتتدخل بالطبقه الدهنيه طبعا غميق قدر الامكان، وبنشوف هون الكونز اللي مبينين على الصوره. هالكونز شو هن، من شو مكونين؟ معمولين من ماده بولي بروبيلان اللي هي ماده بتدوب. نعم. مع الوقت. وشو وظيفتهم؟ وظيفتها أن تلقط الأنسجة بشكل أقوى مما كانوا يستعملوا الباربد سوتشرز من قبل. فلما بتلقطهم ومنشد الخيط بالاتجاه المناسب نعمل مثل ميني ليفت للوجه. هالخيطان بتضل على طول، لكن هون عم نشوف الباربد سوتشرز التكنيك التقنيات القديمة كيف كان شكلها. التقنية الحديثة شفنا أنه هذه طريقة تقليدية لشد الوجه بالخيطان. هدول الخيطان اللي كانوا القدماء، هدول اللي كان عندهم نسبة فشل كتير كبيرة، وكان يرجع يقشط الوجه ويتعب ونخسر كل النتيجة بخلال سنة أو سنة. والسبب الرئيسي هو لأنه ما الخيطان ما في شيء تيتلقطوا فيه. صحيح. هالخيطان هالرقيقة هاي أو تقطش أو ما تقدر تلقط فيه، بينما بوجود هالكونز اللي هن مثل نوع من المثبت. صح. وظيفتهم انه بيلقطوا لما الكون بنرجع نسحب الخيط بالاتجاه المعاكس بيفتحوا الكونز، فبيلقطوا الانسجه وبيسحبوهم معهم. اي مناطق من الجسم دكتور سعد نقدر نعمل هالتقنية؟ اول شيء ثبتت هالتقنية للوجه. طبعا على الوجه. طبعا
طبعا هي اكثر شيء ناجحه، لكن عم بيطوروها اكثر واكثر، صاروا عم بيعملوها حتى للمؤخره، عم بيعمل حتى في هلا بلشوا يجربوها على الثدي ليعملوا عمليات رفع الثدي من خلال السيلويت. طبعا الخيطان بتكون اكبر شوي والكونز بيكون اكبر مختلفين، بس تقنية عم تتمدد اكثر واكثر. هلا الشغله كثير مهمه لازم نحكيها، انه هل هي بتغني عن الجراحه؟ نعم. وقد ايه بتضاين؟ السيلويت ليفت مفروض ضاين تقريبا شيء 3 سنين بشكل كثير كويس، ممكن ضاين اكثر، حالات اكثر كمان، ممكن بعض الاحيان حتى بتضاين لـ5 سنين. والحلو فيها انه اذا كان صار في ترهل بسيط من بعدها بنرجع بنقدر هو الزيت والخيط بنرجع نفتح نفس الجرح اللي بيكون موجود بقلب فروه الراس، يعني عم نحكي جرح طوله تقريبا شيء 1.5 سم مش اكثر ماكسيموم، بنرجع ندخل على الخيط وبنرجع بنشده اكثر شوي بشكل انه يعطي يرجع النتيجه القديمه اللي حصلنا عليها اول يعني ما عملنا تاتش اب. اذا بدك تاتش اب او ريتايتنينج، هذه ايمتى ممكن تنعمل؟ بعد 3 أو 5 سنين من بعد العمليه الاولانيه، يعني مش بحاجه لنرجع نكرر العمليه كامله. صحيح. كم انسجن بتعمله بالوجه؟ جرح واحد بس اللي هو موجود بقلب جلده الراس فوق الاذن، ومن هنيك بندخل الخيطان بنعلقها على راس الخد او على الفك لحتى لنرفع او الخد او حتى هالمنطقه اللي مسميهم جاولز اللي ببلش الهبوط فيهم. نعم. بعمر شوي ابكر ممكن من خلال فتحه وحده توصلوا لكل هالاماكن بالوجه. صحيح. بندخل ابره راسها مش مروس، يعني مش حد، بلانت تيب لحتى اللي تدخل بقلب الانسجه من دون ما تاذيها ومن دون ما تضرها. لذلك هذا من الامور اللي بيساعد انه ما يصير في زراء كثير وما يصير في ورم كثير. اكزاكتلي. ما في كثير بروزنج، فبتدخل هالابره وبتطلع من الجلد وبترجع منشدها فبتعمل عمليه الليفتنج افكت. خلينا نشرح شوي للمشاهدين عن منافع السيلويت ليفت مقارنه بالطريقه التقليديه لشد الوجه. يعني التكنيك الفيس ليفت عمليه شد الوجه الروتينيه اللي بنعرفها كلنا فيها جراحه كبيره، فيها ورم، فيها زراء، فيها وجع، فيها وجع اكثر شوي. طبعا مش الوجع اللي كثير صعب، بس لابد ما في فتره قصيره من الالم. واسوأ شيء انه في جرح كبير، يعني في امكانيه التهاب، في امكانيه نزيف، كل هالامور هذه موجوده بالفيس ليفت. طبعا في حالات السيلويت ليفت ما بتغني عن الريجولر فيس ليفت، عن عمليه شد الوجه التقنيه العاديه، بس بالحالات الثانيه او عند السيدات اللي رافضين قطعيا جراحه او ما حابين يحطوا جرح بوجههم او بخافوا بكل بساطة بخافوا من العمليات، او حتى اذا كانوا ما عندهم قدره انه يغيبوا عن المجتمع فتره طويله، لانه بالجراحه العاديه بدهم مده 2 لـ3 أسابيع ليرجعوا لحياتهم الطبيعيه ليصير شكلهم مقبول ليظهروا على المجتمع. بالسيلويت ليفت ممكن بخلال 48 ساعه تكون رجعت لشكلها الطبيعي. ووقت العمليه هو ذاته؟ اكيد لا، السيلويت ليفت بتستغرق تقريبا حوالي نص ساعه للساعه حسب قديش في ترهل بالوجه وكم خيط بدنا نحط، بينما الجراحه الكبيره بتستغرق اكثر من ساعه ونص ساعتين، وطبعا فيها دخول مستشفى وفيها مراقبه طويله شوي من بعدها. بتنعمل بجزء الوجه او كامل الوجه او حسب وين عنده ترهل الشخص؟ صحيح، بتنعمل لكل الوجه، للحواجب، للخدود، للرقبه، وبتنعمل بتخدير موضعي، ما بحاجه لتخدير عام ولا بحاجه لجراحه كبيره. بتنعمل بالمستشفى او بعياده؟ ممكن تنعمل بالعيادات اذا كنت مجهزه لكل الامور. طبعا اي شيء بدنا نعمله حتى لو كان بتخدير موضعي لازم تكون العياده مجهزه لهالموضوع، او اذا كان الست بتحب تطمن اكثر ممكن تعمل بالمستشفى، بس اجمالا بالعيادات المجهزه. نعم. عم نقدر نعملها بكل سهوله. نعم. خلينا نحكي شوي عن الاشخاص اللي ممكن يستفيدوا من السيلويت ليفت. السيلويت ليفت بتفيد كل العالم ان كان رجال او نساء، بتفيد ابتداء من عمر الـ40 سنة وطلوع، حتى لو كان اصغر، يعني اذا كان سيده بعمر اصغر وصار عندها ترهل وبحاجه انها تصلح هالمشاكل هيدي ممكن تخضع لسيلويت ليفت، يعني ما في كونترا انديكيشن، يعني ما في عمر معين حسب حاله الوجه. صحيح. صحيح، يعني ممكن توصل لـ50 و60 سنة ممكن نعمل، يعني مثل ما شايفين هلا طبعا هون شوي متقدمة بالسن للمرأة. صحيح، كمان ما بدها تعمل عملية، حابة تخضع لشيء لعملية كثير بسيطة من دون جراحة كبيرة، فبنعمل السيلويت ليفت. طبعا كثير اوقات ممكن نجمعها مع عملية حقن او مع عملية شفط، مثل ما بنشوف بوحدة من الصور عملنا عملية شفط للرقبة لحتى نقدر نخفف الدهون الموجودة بالرقبة ونساعدها بعملية السيلويت ليفت. هل في حد ادنى للعمر دكتور سعد؟ لا ما في، يعني لا طبعا بدايه التعب اللي بيستدعي عمليه ليفتنج ان كان سيلويت او ليفتنج عاديه ما ببلش، بنقول بعدنا عم نقول انه مش قبل الـ40 سنة. نعم. بس
ممكن تتعمل من اي عمر. نعم. ببلش الست او الشخص او الرجل يحس بتعب بالوجه. اليوم عم بيستعملوا بالجراحه التجميليه اسلوب مختلف اللي هو البريفنتيف ثيرابي، يعني قبل ما تحصل او تصير الحاله عم بيعملوا علاجات حتى يمنعوا او حتى ياخروا. فينا نحط هلا تقنيه بهالخانه؟ صحيح. هلا منا كثير هي منا بريفنتيف، بالعكس هي كيوراتيف، لانه هي وسيله لحتى نعالج الترهل، مش انه بس نمنعه. لانه نحن لما بنشوف بدايه ترهل، ببعض حالات بنشوف عند الشخص اللي جاي لعنا على العياده عنده بدايه ترهل ومزعوج منه، بس بعد ما بيستدعي جراحه. صح. لانه بنعتبر انه جراحه تجميليه exactly. او عمليه كبيره، فممكن نعتبر انه اذا عملنا الجراحه رح يحصل على نتيجه جيده، بس رح ترجع تروح بخلال سنه. لا، بنفضل نعمل له شيء بالياتيف، شيء خفيف اللي هو السيلوات ليفت، وعم بيعطي نتائج كثير جيده. المتقدمين بالسن كمان بيقدروا يستفيدوا من السيلوات؟ طبعا، لانه بتنعمل بتخدير موضعي، ما بحاجه لتخدير عام، ما بحاجه لجراحه كبيره، ما مضطرين نراقب كل الامور الصعبه بوضع الصحي العام، حتى لو كان وضعهم الصحي وسط منه. نعم. كتير جيد، فممكن يخضعوا لهالعملية. وحتى لبعض الأشخاص يلي بيخضعوا لجراحة الشد الوجه العادية، لكن مع العمر بيرجع بيتعب وجههم، بالأخص بالمنطقة الوسطى تبع الوجه مثل الخد، بيدوب الدهون وبيضعفوا أكتر. كمان ممكن نعمل لهم السيلوات ليفت لنساعد الفيس ليفت اللي كانت عملناها، عملية جراحية وبتغنيهم عن ريدو. نعم. هل في أشخاص ما بيقدروا يعملوا هالعملية؟ أبدا، ما في موانع أبدا طبعا، بس مثل أي شيء مانع لأي جراحة، إذا الشخص عنده مشاكل كتير قوية، يعني مشاكل صحية كتير كبيرة، أو عنده نسبة نزيف عالية، نسبة سعلان عالية، فهالشخص أكيد ما بيقدر يخضع لأي عملية. يعني قد إيه وقت دكتور سعد قبل ما يرجع المريض لحياته الطبيعية؟ بين 48 ساعة لأسبوع ماكسيموم، بس معظم العالم بخلال 48 ساعة بيكونوا رجعوا لحياتهم الطبيعية. وحتى بنفس النهار ممكن يكون عندها مناسبة المساء، إذا ما صار عندها أي تورم وجه ممكن تروح على المناسبة تبعيتها بنفس الليلة. يعني بتصور هذا أكبر فرق بين عملية شد الوجه التقليدية والسيلوات اللي صحيح بلشنا نعملها اليوم بلبنان؟ طبعا بلشنا فيها، واللي الكلام اللي انا اعني فيه اكثر شيء انه احد الاطباء اللي كثير مشهورين بهالتقنيه بيسال احد الاطباء كمان من العالميين المشهورين بعمليه شد الوجه، بيسالوا قديش نتيجه الفيس ليفت تبعيتك بتضاين بشكل كثير كثير جيد؟ قالوا بتضاين 3 سنين. فبطبيعه الحال السيلوات ليفت رح تضاين كمان بنفس الشيء، وفي طلب كثير كبير بالاخص بالمجتمع اللبناني للسيدات، لانه كلهم عندهم حياه اجتماعيه كثير مليئه. فلما بتطلبي من الست انه انت بدك تخضعي لعمليه وبدك تقعدي بالبيت مده اسبوعين، وبعد اسبوعين كمان تمتنعي عن الحياه الاجتماعيه ثلاث اسابيع، كارثه للسيده اللبنانيه. هل النتيجه مضمونه؟ طبعا النتائج كثير جيده، والاحلى شيء فيها انه الري تايتنينج موجود، يعني في حال بعد مده 3 شهور او 6 شهور عمليه الرفع او عمليه الشد كانت ضعيفه ما عطت النتيجه الجيده، فينا بكل سهوله نرجع من نفس الجرح تحت تخدير موضعي عمليه 10 دقائق بنرجع بنعمل ري تايتنينج. فاذا حكينا عن الفرق بين شد الوجه بالطريقه التقليديه والسيلوات ليفت، وكمان كثير مهم وذكرناها انه ممكن نعمل تاتش اب او ريدو بعد سنتين او ثلاثه. صحيح. يعني اللي بتتطلب يمكن وقت اقل واثار جانبيه اقل. باي حالات احسن ينعمل السيلوات ليفت؟ مثل ما قلنا بالحالات عن الطريقه التقليديه، بالحالات اولا لسيدي او لرجل اللي عنده بدايه ترهل ما حاب يخضع على او ما بعد ما بيتجاوب مع عمليه وقت ما بيسمح له يمكن. اول شيء اذا ما بيتجاوب مع عمليه تجميل كبير، يعني بعد ما انه بحاجه. اثنين، اذا وقته ما بيسمح له انه يغيب عن المجتمع مثل ما كنا عم نحكي. صح. او يغيب عن عمله. باوروبا صارت المشكله الكبيره انه اذا بدها تغيب عن العمل او رجل او السيده ما بقى يقدروا يغيبوا عن العمل فتره طويله، فهون بفيدون. ثلاثه، لاي شخص مش حابب يخضع لجراحه كبيره بكل بساطه. نعم. وحابب يعمل ابسط شيء ممكن بنتائج جيده. فالسيلوات هي اللي هلا غير الترهل من علامات الشيخوخه كمان هي التجوف ببعض المناطق بالوجه، هل ممكن نجمع السيلوات ليفت مع الفيلرز مثل الهايلورونيك اسيد؟ طبعا بنقدر نعمل الفيلينج او قبل بفتره معينه او بعد السيلوات ليفت بمده تقريبا شهر لتكون ثبت الخيط بمكانه وعطى النتيجه، بنقدر بعدين نعمل الفيلينج لحتى يضل محافظ على النتيجه. دكتور سعد، حضرتك عضو وامين سر الجمعيه اللبنانيه لجراحه التجميل والترميم، وهون ضروري نسال ونوضح للمشاهدين، هل اي طبيب مؤهل انه يعمل هالعمليه؟ لحسن الحظ، وهيدي هون دعمتنا فيها كثير بعض شركات،
انه ما عم بيعطوا بهالمواد الا للاشخاص الاطباء الاعضاء الجمعيه اللبنانيه لجراحه التجميل او للاطباء يلي خضعوا لتريننج، يعني مرقوا بفتره تمرين على هالتقنيه، لانه مش اي شخص بيقدر يمسك ابره ويدخل هالخيط، لانه اذا دخلوا كثير سطحي بيعطي تشوهات بدل ما يعطي نتائج جيده. فلذلك كثير مهم انه يخضع لتمرين جيد قبل ما يمسك هالجهاز، لانه بالنهايه هذا جهاز جراحي. المريض شو لازم يسال الطبيب لما بيتوجه لعنده حتى يعمل هالتقنيه؟ بده يساله هل هو عنده تريننج فيها، لازم يشوف الشهاده.